قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. نسعى وننجز لين حققنا البعيد، صرنا بالأعلام شمع، جينا بالشكل الفريد. هذا بيت المجد يثبت إننا الأجدر أكيد. مجدنا نرتقي خطوة وخطوة والأمل فينا يزيد. كل يوم نعيش حلم نحلم بحلم جديد، نتعب ونزرع. فجأة كذا جاب في الفاصل نحس ديكور وجت أكلات وجت جابوا ناقة. جابوا ناقة؟ إيه هذا أبو ناقة. أبو ناقة الذي قدم بالناقة، الذي أتى بالناقة. قدم ولا أتى؟ خلاص قدم. السلام عليكم. سأطلب منها أن تدخل. من هي؟ من الناقة. لا 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 لا، الله يرحم والديك. وي كانت. إيه لا ما يعرف. وي كانت. وي آر كانت. نو يعني لا نريد أن تدخل الناقة، الباب لا يتسع للناقة، فتصقع الإضاءة فتطيح الإضاءة على رأسنا. تصقع الإضاءة. نعم تضرب الإضاءة. فتصيب. فتصيب. ها؟ فتصيب أزيمة. تصقع. تضرب. هذا في بيتك. فتصيب من الصقيع. لا هو مو برد، إضاءة حارة. إضاءة حارة. الثلج اللي قبل. إيه ثلج. لا سأقول لك سالفة. قول سالفتك. وجدتك بالناقة تأتي. بالناقة تأتي. إيه قبل قليل. كم جلست من الوقت وأنت في الطريق؟ هو باعتبار أننا نمر على التاريخ. نعم. ربما 50 عاما. لا أنت من وين جاي؟ جاي من التاريخ. إيه جاي من التاريخ. وش الدرس؟ من مدينة الحكاية ولا؟ من مدينة الحكاية. وين هذه ذي؟ ستخبركم بناتي. تفضلنا يا بنات. اسوي راحة البط، اجيب الحب الأحمر وتحطه في السفاري على جيت خوالي. خوالي يا دلالي يا عزوتي وسناني، شو هذولا. انا ما فهمت ايش كنت تقول. هذولا طقم الفناجيل طال عمرك يعني مبدعات. انت الزمزمية نفسها. التربه. انت الزمزمية. هذا الزمزمية. انت الدلع. مزخرف زيهم. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله. ما شاء الله. ايش الجمال هذا؟ وش هذا؟ وش السالفه؟ ها ايش هذا؟ والله ما شاء الله. هذا دخن. هذا ايش اول شيء؟ هذا حق العيد. انا كذا احس اسال اي يعني. لا اول شيء سنسالك كنا عن اسماء كنا كذا صح؟ صحيح. انتم جيبونني عن اسماء كنا. انا ليان بندر من فرقه لحن الحياه، بطله برنامج قصص شتى. ليان ما شاء الله تبارك الله. اسمي الجوري فهد من فرقه لحن الحياه. ماذا ايضا؟ الشطوره لقبك صحيح؟ الله الشطورة. اسمك؟ اسمي شاهد إبراهيم، بطلة برنامج قصص شتى. معك كلكم قصص شتى؟ حفيداتي. ما شاء الله. شهد أنت؟ اسمي جوانا علي من فرقة لحن الحياة، من بطلة برنامج قصص شتى. ما شاء الله. وأنت من؟ أنت بكبرك من؟ نسيت. ضيعتوني. أنا الجد عمران. جده المفروض أنه أبو علي. ايه انا ابو علي. إيه ابو علي. ابو علي وابو وابو فهد كلهم اباهم عيالي. إيه ما شاء الله تبارك الرحمن. اسمك؟ جدي عمران. إيه جدي. انا جدي. انت جدي عمران. اسمك؟ جدكم عمران. اسمه الاول جدي الوالد عمران. انت ابو علي ولا عمران؟ الله اسمك كذا جدي عمران. اتمنى. طيب يعني انتم نجوم برنامج قصص شتى صح؟ كذا فهمت. وش رايكم اول شيء في برنامج بيت المجد؟ ايش رايكم في برنامج بيت المجد؟ رايكم فينا احنا؟ جميل؟ جميل. تتابعونه؟ أكيد. يومي. يومي. لا هو يجي مرة في الأسبوع يا جوري. تقصد كل يوم تظهروا فيه؟ آه كل مرة نظهر فيه. نعم. أي بس إيه إحنا يتابعوننا حنا علشان قلنا عقد إيجار. إيه طيب بسأل يعني أبسألك الحين، تعرفون الأسماء هذه ما شاء الله؟ الأكلات اللي يعني حنا شياب ويعني في أشياء ما نعرف. مرة علينا. إيه هل تعلمون إن الأشياء هذه؟ إيه نعم. كلها. إيه هذا أكلكم في مدينة الحكاية؟ إيه. ما تأكلون زينا آيس كريمات وكذا؟ وش إيش آيس كريمات؟ ما تعرفون آيس كريم؟ لا. يعني تعرفون البسكوت ولا تعرفون الآيس كريم؟ ما هذا الآيس كريم. هذا مجمد.
هذا مجمد، مجمد الشمراني. هذه معكم اول سماجة، احنا عندنا في الجيل الجديد سي اسمه سماجة. طيب تاكلون برجر انتم يعني زينا؟ ايش هذا برجر؟ برجر هذا برجر كذا، ليس بقرة، خبزتان فيها دجاج او لحم مع جبن وخس، بعض الخبز وشطيرة من اللحم، واسمها برجر يا جوري. جدي تعال ما هذا؟ لا انا قرأت عنه. انا ما تعرفون مطاعم؟ لا لا. وين تاكلون في البيت يعني كل يوم؟ طيب ما تروح مطعم ولا مره في الشهر؟ طيب تعرفون ما هذا؟ ما هذا؟ ما تعرفون هذا؟ هذا بكبره. ما هذا؟ هذا لوح ندرس عليه. هذه حنانه الزاجل عندنا. اح حنانه، اي بدل يعني بدلا ان تذهبوا وتربطوا حمامه الزاجل برساله ويذهبوا بها الى المدينه الاخرى وتنتظرون ثلاثه اشهر، هنا ضغطه واحده تصل الرساله. لكن ما هذا؟ هذا اسمه جوال. جوال وبلغة أخرى هاتف متنقل. هاتف متنقل. إيه. طيب تعرفون شاورما؟ ما هذا شاورما؟ شاورما. شاورما. ألا تعرفون شاورما؟ لا. جدكم يعرف. جد تعرف شو؟ جد مضيع. طيب أمس أنا أتابع سناب ياسر رأيت فيه ستيك، هل أكلتم ستيك؟ ما هذا ستيك؟ ستيك. ريحة من اللحم المشوي مقدم. أنا أرى أن تشرح لكم ليان بعض أكلاتنا لأن البنات يعرف أكلاتنا في مدينة الحكاية فقط. ليان طبعا هذا اخذوه هذا قادمين بالضبط. ايه هذا من زمننا، لا تلعبون علينا. اخذوه هذا من عندنا، اخذوه من مدينتكم. انا شايفه في البنات. يسال هذا من مدينتكم عصر الكورونا؟ لا هذا تبطي من زمنكم. لا لو موجود الحين احنا وين؟ احنا زمننا، احنا مو من زمنكم. احنا في 2021 انت الحين رحت معهم قصه سته. هو احنا جايين في عام 90 اخذنا. اشرح اشرحوا لنا هذه الاشياء. هنا بعض البساكيت، وهنا كليجه، وهناك بعض الخبز البر، هناك خبز. لا دقيقه عشان نشرح. جبت ادري هذا وشو؟ هذا 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 شو الكاميرا الحين؟ هذا خبز بر. خبز البر. خبز بر اي مع عسل. مع عسل. ايوه هذا نسميه عندنا مراصيع، اليس ولا نفسه؟ نفسه نفسه. هذه كليجه. هذه كليجه. كان في كليجه في التاريخ. مين كليجه هذه؟ ها كان كعك ولا كليجه؟ هذه من ديار الاويلاه. حفظت حفظت من الطريق بعض العبارات. وهذا وشو؟ هنا معمول. ارفع المعمول. المعمول نعرفه عندنا عاد. اي هذا نعم نعرفه عاد. هذا التمر. هذا 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 كشنه. حلوه حلوه. اه حسب كشنه. اعطيهم ياكل. طيب انت بس تعرفيهم ما تعرفيهم. ايوه لاحظت انا احس انها اشكال ما توكل. اوه تشبه ال شو اسمها ذي؟ والله لا اكلها. مشبك. والله لا اكلها. ليه؟ حر انا. هذا معمول؟ اي نفس اللي عندكم في مصر ده ولا حاجه ثانيه؟ حلوه 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 حلوه. هذا معمول. هذا عندنا موجود في البقاله الان في معمول او مع سوبر ماركت. شكرا يا بنيتي شكرا. هذا وش ليمون هذا؟ جد؟ وش هذا يا الجوري؟ هذا سمن. سمن؟ ايه والله اني حسبه مانجا. ترى هذا ما له دخل بالتاريخ يعني جهل هذا. دخل بالتاريخ. خلاص الله يسلمك شكرا. سوف اسالك يا جد. تفضل. لماذا انتم كلكم يعني تحثهم على اللغه العربيه؟ خلي جوري هي لغتنا. لا اريد. ليش ما تبون؟ طيب بعد زماننا نحن في مدينه الحكايه. نعم. البنات رغبنا ان يتحدثن بالسعوديه العاميه. نعم. كونهم حافظوها في الطريق فستجد بعض الكلمات يستطيعون ان يتكلمون معكم بالسعوديه وبحريه. كل ما وقفتوا عند محطه حافظوا بعض الكلمات، اشتروا لهم بعض الكلمات. جوري تحدثينهم بالسعودي؟ نعم. سولفي له. سولفيلو. ايه جوري كلمينا بالعاميه يعني زينا كذا. كيف حالك؟ تعرف والله حركات يعني. تعرفين الحين برجر؟ لا لا تتكلم عاميه بس ما تعرف برجر. تعرفين نجربه؟ بتجربينه؟ بشوف. جيبوا لنا بسرعه برجر في هنا. ولكن يستخدمين مشوي وليس المقلي. المشوي في نوعان. اطعم باربيكيو يعني. هو في نوعان. عاد لا تفضحونا، كان في عندنا مشوي مقلي زمان. احنا الحين طيب احنا الحين ما شاء الله ترند يا مش للدرجه ذي. ما احنا عارفين نشوف يعرفون الترند ولا لا. احنا الحين الترند الخامس. لا اي الخامس في المملكه العربيه السعوديه. نحن الترند الخامس. ترند ما هذا؟ اي انه شيعه خبركم على الناس. شيعه خبركم على الناس. الناس كلهم الان يتكلمون عنكم. انتشرتن ورايكن الناس. رايكن رايكن. اوكي لا تدري وش النكبة؟ هذا حساب يجيب ليش طلع ترند، فكاتبين هاشتاج مرفوع عن متابعين قناة المجد وذلك بعد تدشين وإعلان عن برامجها لشهر رمضان. اه يعني مو باللي فضحنا. احنا ما دشنا الأسبوع الجاي تدشين. الأسبوع الجاي. سأسألك يا جد وعمران. هلا. هل من 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 الفتيات من يعرفنا أكثر من لغة؟ يلا. عندك لغات؟ العربي.
عربي؟ يتكلم فرنسي وانجليزي. فرنسي وانجليزي؟ كمان سافا؟ سافا او ماي جاد. مش هذه اللغة انا ما اعرفها. فرنسي؟ ما اعرف. خلنا احنا المثقفين مع بعض. وش دخل؟ اذا بغي يوم تلكي لي. كلميه بالفرنسي. كما سبي توي؟ صدق الحين هي ولا تستهبلون؟ لا لا يتكلم اللغات هذه قبل يعني. شوف انا ما اعرف. كان في التاريخ يسافر والتجارة كانت تأتي بالأجانب ولا عاجم. وسافرت معي إلى بلاد الأعاجم. نعم. ترى أنا ما أعرف إلا كمان سفا سفا بيان ميرسي. بس. الباقي عندك معناها. حتى أنا ما أعرف لا كمان سفا ولا. طيب الحين أنتم جايين هنا في بيت المجد وش تبغون؟ والله واحد قال لنا. صدق وش تبغون؟ إعداد. جاي رحلة بالغلط ولا جايين متعمدين؟ أحمد الصادق ودفنا قال لنا تعالوا. طيب. أتيتم برحلة إلى إلى. الى هذا انتم اشوفكم على قناه نياق فائضه ناخذهم في رحله واحه وقفتوا على واحه المجد اريد ان اسال سؤالا مهما ساسال كل الفتيات ولكن ساسال عم وجد عمران عمو انت بالنسبه لي تجدوا بالنسبه لهم ماذا تريدون ان توصلون من خلال برنامجكم الرسائل التي تريدون ان توصلونها في الحقيقه البرنامج يتكلم اكثر عن زمن الطيبين او نقول زمن التاريخ يتكلم عن القيم يحصل كان في البرنامج خطأ من ليان خطأ من جوانا الطمع الحسد اللي تحصل بين الإخوة والأخوات الحسد ملك الغابة الحسد ملك الغابة فكل قيمة تحصل يعالجوها بتوضيح الخطأ بقصة نشرحها في البرنامج جميل ثم أنشودة تقدمها البنات دائما وهم دائما يحبون أن يقدموا القيم اللي تعلموها في البرنامج بشكل آخر أو بشكل فني آخر يا سلام يا سلام طيب أنا بسأل مين أبدأ حق ربك رقم اليوم العشرة ببدأ عندك الجوري جوري الحين تستفيدون من جدو عمران أنا الجوري مو جوري جوانا لا لا. ليان شهد إيه ليان يا طالب الأسماء فوق حطها أنا عشان طيب ليان تستفيدين من جدو عمران ولا ما ليس عنده ما عند جدتي يجي منه يعني. عنده ما عند جدتي عنده يعني. ما عند جدتي طيب هل تستفيدون من الحكاية الذي يقوله التي يقولها نعم وكثير نستفيد حتى في حياتنا اليومية يعني برا حتى التلفزيون تستفيد من القصة برا التلفزيون يعني إيه يعني الحين أنا الحين مثلا قلت قيمة عن الحسد إيه حلو لا شفت حسد في الشارع بنحاش منه يعني طبيعي لأنه الحسد ليس جيدا هو فاهم الحسد بشكل آخر معلش لا الحسد اللي هو أنك لا تحب لأخيك ما تحب لنفسك حسد في الشارع إيه صحيح خالد شهد هل تريد أن تسألها سؤالا إيه بدي أسألها سؤال نعم سؤال واحد تفضل أنا الجوري الجوري شهد ليان أنا أشتر كده أصبعي كبير فيطلع عليكم جدو عمو جدو عمو حسب ما يقول ياسر عمو جدو عمو عندهم جدو عندهم طيب خلاص عندي خلاص أنت اسأل السؤال وش السؤال حقي أنا اللي بقولك يا تعرفين التقنية يعني الجوال هذا الأيباد عفوا تعرفين الجوال تعرفينهم أنتم أول يعني في قصص ستة لو وجدتي هذا بالأرض طايحا تحسبونه كذا قزاز خربان أو شيء صح يعني تقولي كيف طيب تتواصلون بزمنكم؟ كنا نواصل بأوراق بالأوراق؟ من يوديها؟ بالمراسيل الرسائل من يوديهن؟ يعني مثلا أنا برسل لأحد في مكة من يوديها؟ ترمونها من هنا إلى مكة تمشي كذا مكة تمشي طب إذا طاحت بالغلط في المدينة شو تسوون؟ نقولها طيري هنا جوانا تقول لكم الحمام تنزل تشيله وتروح الحمام الزاجل سأقول لكم شيئا يصدمكم للأسف مو للأسف يعني ها عادي طبيعة احنا الآن لا نستخدم الحمام الزاجل في التوصيل بل بالمرق بالماذا تستخدم بالمرق والله نطبخ حمام نشرب مرقته والله للركب للركب والله في مطعم كويس طيب طيب تعطونا أنتم شيء ولا خلاص نشكركم لا بنات تحبوا تقولوا شيء لا ولا ما حد تطلعوا بمشاركة اليوم والله لو ما طلعتوا بمشاركة إني آخر مرة أقدم بيت المجد تماما يلا صراحه تخيل علق الذا وتبتليش انت عادي ما قدم بكل بساطه مشاركه يلا اعطوني مشاركه يلا وش مشاركتكم تفضلوا فهمت يبدو ان الفتيات يريدن ان ينشدن انشوده عن مدينه الحكايه يلا تفضلوا يا سلام يلا سمعونا احنا ننشد مدينه الحكايه وعالم القصص نعيش واماني تفيض بالفرص مدينة الحكاية وعالم القصص نعيش وأماني تفيض بالفرص
شكرا لبيت عامر بالحب والوئام، شكرا لبيت مجدنا وكلنا احترام. ما هكذا يقال نريد التزام. يا جدنا الجميل اليوم الالتزام، فخالد وياسر يعجبهم الكلام. يعجبهم الكلام؟ من قال هكذا؟ يا جدنا ازهلها واضحك وابتسم. ازهلها؟ فالمخرج سهلها قال العبو. معقول معقول، هو مخرج مجنون. علمتنا يا جدنا ألا نشتم صديقا، أن نسعد من حولنا لكي يبقى رفيقا. أحسنت حقا يا ابنتي لأنك دقيقة. شكرا إذا يا جدنا، لنا لنا لأننا فراشة السعادة ضيوف بيت المجد. مجدنا مجدنا، دمت يا بيتنا، دمت دوما صادقا، شكرا لك معدنا، فاليوم قد سعدنا في بيت مجدنا. مدينة الحكاية وعالم القصص، نعيش وأماني تفيض بالفرص. مدينة الحكاية وعالم القصص، نعيش وأماني تفيض بالفرص. مدينة الحكاية، مدينة الحكاية، مدينة القصص. الله الله عليكم. شكرا. الله عليكم. والله ما تطلعون إلي تنتهي الحلقة، تجلسون معنا إلى نهاية الحلقة لأنكم قلتم خالد وياسر وش فيهم؟ قالوا عنا شيء، قالوا يعجبونا، يعني إحنا نعجب بكلامكم صح؟ قالوا فعلا يعجبهم الكلام، يعني كلامهم هم يعني راعين كلام. والله إيه، لا أنا بغير المعنى. ايه يعجبهم الكلام حقكم، يعني انتم معجبين بهم يعني. أيوة. اكيد هذا ما يحتاج، من زمان منذ زمن وانا اتابعكم من حتى قبل من قبل مدينه الاحلام. وانتم لسه في مدينه. ساقول لك شيئا. قل. المخرج قايلين عن المخرج مجنون انتم؟ قد قلت عن عن, عن روكا انه مجنون. وجوري زعلت. لا انت قلت مجنون بالابداع، مجنون بالابداع. قالوا المخرج قال العبوا. إيه يعني ما هو درست انه مجنون. انا تساءلت، انا ما قلت معقول معقول. بالابداع مجنون بالابداع، يعني من قوة مو مبدع، مبدع جنون. سلام عليك. روكا روكا هو قصدهم انه انت يعني ابداعك فائق هذا حتى وصلت الى الجنون. صحيح. والفنون جنون. يقول لك لقد وضعوا الناقة في مندي، راحت عليك. نرجع مشي، نرجع مشي. يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية. والله 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 انه استانسنا وانتم جايين. شكرا. اول ما بديت الحلقة خدودي طايحة ما ابتسم. شكرا مرة. شكرا. فعلا اسعدتونا. طبعا اللي ما يعرف برنامج قصص شتى، هذا البرنامج يجي على قناة مجد الأطفال، إحدى قنوات شبكة المجد الفضائية. صحيح. وهالنجمات وهالنجوم كلهم يطلعون في برنامج قصص شتى. صحيح. تابعوهم ودعموهم وقولوا لهم شكرا، لأنهم قد يقدمون مرة رسائل حلوة، فمرة شكرا. بقول أسماءكم من جديد: ليان، جوري، جوري، شهد، جوانة، جوانة. عمو جده، عمو جده، عمران. عمران. شكرا والله. شكرا 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 شكرا. خمسة شكرا. السؤال الأخير، حتخلوا لهم الأكل ولا حتقشوه؟ لا طبعا. هذا خمير. لا 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 لا. خبز. دخن. لا لا. تميس صغير. إيش اسمه؟ خبز. خبز. الله. خبز برجر. هذا أثقال. خبز مبرق. والله ما شاء الله. هو مصنوع على تنور على فكرة، مصنوع على تنور، تنور وتظلم كلها والله لذيذ. لا والله خلاص. طيب من بعد الغيبة رجعنا، من بعد الغيبة رجعنا. اي رجعنا قصص شتى. اول شيء اكرر شكري صراحة لنجوم برنامج قصص شتى، يعطيكم العافية واسعدتونا جدا ونشكركم جدا. نقول لكم الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية. نفرة 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 نفرة. واحدة واحدة يعني. شكرا. طيب بنروح للي بعدها ياسر. ايش اللي بعده عندنا؟ نجوم كشتثون. ايه رجعوا لنا، او برنامج همثون رجعوا لنا في برنامج كشتثون. نعرف هذا الكلام من بدايه الدوره، البرنامج بيخلص، هذه معلومه مين جديده. صحيح صحيح. وبيض الله وجيههم رجعونا لذكرى البرنامج، برنامج همثون. صحيح. بفصلاتهم وضحكهم وضيوفهم. وعلى فكره ترى قبل الحلقه شفت ترند، شيء ترند كذا اسم
فدخلت لقيت اصلا له علاقه في كشتاثون اللي هو شو كان الشيخ سليمان جبلان ترند فدخلت لقيته لانه كان متواجد ايضا في صحيح في صباحيه في احدى في الحلقات صباحيه في احدى الحلقات. فخلونا نشوف مقطع من البرنامج ونرجع لكم بإذن الله. واحنا بنشرح لهم مش كشتاثون لانه ما يعرفون هذه ما علمكم بعد قاروره علبه قاروره نفس الناي هذا مو ناي شو اسمه هذا قنينه نفس هذا شو اسمه هذا هذا فخار جره خلينا نروح نشوف الكشتاثون بس ازين لان بشرح انا انت. طيب هذا جوال هذا ورقه اللي ورقه معروفه اي اللي عندكم تاخذوا من الشجر علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.